أعزائي المستمعين، أينما كنتوا أهلا وسهلا بيكم. مش أينما كنتوا ولا حاجة، لو كنتوا في البيت بس، لكن لو كنتوا بره البيت فلا شكرا ميرسي مش عايزين. طبعا أنا قاعدة دلوقتي يعني في حالة من الفراغ السرمدي، محتاجة أن أنا أفكر في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ولكن الحقيقة فكرت في سؤال واحد بس، وده عنوان حلقتنا النهاردة، أو خلينا نقول الموضوع الأساسي اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، وهو ليه احنا كناس مش مستعدين تمام من وجود كورونا في حياتنا في الوقت الحالي، او ازاي العالم بكل التكنولوجيا والتقدم والذكاء الاصطناعي والقرية الصغيرة والكلام ده كله مش مستعد لوجود كورونا بأي شكل من الأشكال. انا الحقيقة مش هكلم من الجانب الطبي والعلمي وهذه الأشياء، لأني لا أفقه فيها أي شيء في أي شيء، زي كتير مستنية اليوم اللي يجوا فيه يقول الحمد لله لقينا علاج ومصل وهذه الأشياء. ولكن عزيزي المستمع، أنا أخذها من شكل تاني خالص، وهي الشكل الاجتماعي أو الشكل النفسي بي يعني عامة. ليه إحنا مش مستعدين لمواجهة الكورونا؟ لقيت إن إجابة السؤال ده غالبا عشان إحنا مش مستعدين لمواجهة نفسنا. اللي عايز أقوله إنه اكتشفت يعني من خلال مراقبة نفسي، أنا هتكلم عن نفسي يعني بشكل خاص، اكتشفت ان انا دايما بهرب من حاجات كتير، او بهرب ان انا اتكلم مع نفسي، بهرب ان افكر مع نفسي، بهرب ان انا يعني بهرب من كل حاجه بحاجه تانيه. انا عارفه ان ده شيء غلط، ولكن في معظم الاوقات بحس ان انا عايزه اقلل نفسي عن نفسي، عشان لما بستفرط بنفسي بتبقى مجزره عزيزي المستمع، والله العظيم بتبقى مجزره وليله سوداء يعني. فبلاقي ان انا بضطر الهي نفسي وشتت انتباهي بحاجات مختلفه. فلما بلاقي ان انا عندي شويه وقت فراغ بعمل ايه؟ بفتح فيلم، مسلسل، عده مسلسلات ورا بعض، بكلم اي حد، بعمل اي حاجه، برسم بقى، بديزاين، بسمع حاجه يعني. المهم ان انا ما اكونش قاعده مني لنفسي كده، عشان بتبقى خراب بيوت. ولقيت ان ده بيحصل بشكل دوري يعني في كل حاجه، يعني انا مثلا بهرب من البيت بالشغل، وبهرب من الشغل بالجيم، وبهرب من الجيم بالاكل، وبهرب من الاكل بالنوم، وبهرب من النوم بالصحاب، وبهرب من الصحاب بالقعده لوحدي، وبهرب من القعده لوحدي بالمسلسل. يعني انا الحقيقه يعني مش عارفه اقول ايه قوي، بس حسيت ان انا عايزه اقول حاجات كتير ورا بعض عشان تحسوا الموضوع جد يعني وكده. فيمكن من اهم الحاجات فعلا ان احنا مش مستعدين، يعني ما كناش عاملين حسابنا انه فجأة كده لا حضرتك انت هتقعد بقى مع نفسك واجازة، وهتشتغل حتى من البيت لو هتشتغل، ولو هتذاكر هتذاكر من البيت، وانت قاعد. ده طبعا لحبايبنا المستمعين اللي بيستمعوا من المنزل، مش من بيوت صحابهم ولا من العربيات ولا من هذه الاشياء، لانه stay home stay safe معروفة. لقيت ان ده فعلا بجد عنصر مهم من الصدمة اللي احنا توصلنا لها. يعني ما حدش كان يتخيل انه في وسط هذا العالم الرأسمالي العشوائي الهوجائي هذه الاشياء، فجأة نبقى مضطرين ان احنا لا احنا نوقف كل حاجة ونقعد في البيت بقى، ونشوف بقى هنعمل ايه في حياتنا وكده، هنعمل ايه في حياتنا literally يعني، ده لو كملنا ان شاء الله. فده شيء صعب ما كناش متخيلينه، لان احنا اتعودنا على الهروب، او اتعودنا على ان احنا دايما نكون مشغولين بشكل تام، مشغولين عن نفسنا واهلنا وبيوتنا وكل حاجه. يعني من ضمن برضو الحاجات اللي انا اكتشفتها انه بجد انا كنت محتاجه اعمل يعني ريديكوريشن الاوضه مثلا بقالي 7 سنين ولا حاجه، وطبعا كل يوم اقول بكره الويك اند الجاي، طب الشهر الجاي، طب مش عارفه ايه الجاي، واديني قاعده اهو في الاوضه ومستنيه يا رب الحظر يعني يتفك وهذه الامه تنساح ونبسط كلنا ونعمل ريديكوريشن الاوضه. كم بقى حاجات كنت مخططه لها على اساس اني اعملها يعني ان شاء الله في المستقبل القريب، طبعا تم تدميرها. انا بقى مش عارفه، انا بتحجج مثلا بالظروف اللي حصلت دي واقول لا ده انا كنت عايزه اعمل حاجات كتير قوي، بس يا خساره للاسف يلا مره تانية بقى ان شاء الله. ولا انا فعلا يعني كنت عايزه اعمل حاجات وغلطت ان انا اجلتها ولا ايه، مش عارفه. الحاجات اللي اعتقد ان هي هامة برضو ان احنا واجهناها في هذه الظروف العصيبة عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت، المجهول، يعني مواجهة المجهول. الكورونا زي بكل اللي احنا نعرفه عنه، والله هو شيء فيروس مجهول جدا، والسيطرة عليه تكاد تكون يعني خارجة عن الكنترول.
فيعني مهما خدنا احتياطاتنا برضو يعني موضوع انا شايفاه كده، يعني انا شايفه ان هو بصراحه مفيش حاجه مضمونه. فالانسان عامه بطبعه بيكره الحاجات المجهوله، يعني انا مش عارفه ده دي نظريه فعلا موجوده ولا لا، ولو مش موجوده ادينا عملناها حاسس بالمجتمع اللي قاعد في البيت. كان في بقى في بدايه الكورونا وبدايه ظهور الفيروس عامه الكوميكس بتاعت ايه ده مش عارفه مين العدمي بيسال فيه كام حاجه النهارده ومش عارفه ايه الطريقه على الحوار ده. ولكن اسمح لي اقول لك عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت انه حتى العدمي ده مش مستعد لهذا الشيء، لانه مفيش حد مستعد للموت بهذا الشكل، يعني بالشكل العشوائي ده. يعني خلينا متفقين على حاجه عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت، ان احنا كلنا باختلاف الايديولوجيز باختلاف الديانات باختلاف الايمانات باختلاف كل حاجه عارفين ومتأكدين ان احنا هنموت في يوم او في يوم تاني. ولكن لما تبقى حاسس ان الموت قريب قوي 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 كده، يعني ده خلاني استنتج برضو نظرية تانية نعملها دلوقتي لو هي مش موجودة، وهي ان احنا مش دايما بنبقى مستعدين للحاجات اللي احنا عايزينها. يعني في حاجات كتير قوي احنا بنبقى عايزينها احنا مش مستعدين للحصول عليها. من الحاجات برضو اللي لفتت نظري ان الجربعة والرأسمالية بتاعت القطاع الخاص وحشة جدا يا جماعة. لو انت صاحب شغل او انت مدير او كده، ياريت تحارب عشان الناس تقعد في البيت، عشان يعني نحاول نرمي الدنيا شوية عزيزي المستمع المدير اللي قاعد في البيت. مفيش حاجة اسمها ايه وعند تكبر الموضوع، لانه هو الموضوع قريت كبير عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت. بلاقي ناس كتير الحقيقة مضطرين ان هم فعلا نزلوا ويخطأ، يعني هيعملوا ايه؟ طيب هما ما عندهمش اي حاجة تانية تأمن لهم حياتهم ولا تأمن لهم بيتهم ده اللي هيقعدوا فيه بالعشرين يوم عشرين شهر. الله أعلم هنقعد قد ايه، هيجيبوا فلوس منين، هيجيبوا اكل منين، هيجيبوا شرب منين، عندهم عيلة وعندهم حاجات. فدي ملحوظة كده عمشي يعني يا عزيزي المستمع يعني لسه قاعد في البيت اكيد ما نزلتش يعني اكيد. الحاجات اللي خلتنا اعتقد نخاف اكتر من اللازم هي ان احنا لقينا الدول الاوروبيه وكل الناس، يعني هي كل الناس دلوقتي بقوا بيواجهوا نفس العدو المجهول اللي مش عارفين يعملوا فيه ايه، رغم التطور والنمو والنظام الصحي العظيم محدش عارف يعمل ايه في الفيروس ده. نلاقيها شوية ناس يعني على السوشيال ميديا شمتانين في أوروبا والدول المتقدمة إنه يعني ما فيش حاجة نفعتهم والكلام ده، ولكن دي حاجة أصلا تجيب لي اكتئاب عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت، لأنه أوروبا والدول المتقدمة ما عرفوش يوصلوا لهذا المصل وهذا الدواء. فيعني فرصتنا يعني مش تقليل والله ولا أي حاجة. عارفة إن إحنا طبعا طلع من عندنا علماء جامدين جدا في مصر والوطن العربي، ولكن النسبة كام عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت طبعا اللي لسه ما نزلش واللي مش هينزل اكيد. شيء غريب ان العالم حاله كله يتحول في ثانية. يعني انا مثلا كنت زمان وانا صغيرة مثلا ما اسمع في القرآن ولا في قصص ولا في اي حاجة انه ده الناس دي جالها رياح دمرتها، الناس دي جالها وباء قضى عليه. كنت صراحة يعني بستغرب اقول معقولة يعني البشر كلهم اتقضى عليهم بسبب رياح؟ غريب شوية الموضوع. طب يعني ادينا هو جينا وبنشوفها غايف قدامنا، مفيش حد قادر ينفع حد غير انه يفضل قاعد في البيت عزيزي المستمع اللي قاعد في البيت. طيب هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجة، احنا هنحاول ان احنا نفضل محافظين على هدوءنا، نحاول ان احنا نتصالح شوية مع نفسنا ونشوف هنعمل ايه بقى مع نفسنا. يعني جي وقت المواجهة يعني ضروري خلاص. يعني انا نفسي هو حاول ابدأ اشوف كده نفسي عايزة ايه بجد، وكل بقى الدوشة اللي انا كنت عاملها لنفسي السنين اللي فاتت دي وكل التشويش انا هحاول ابطله واشوف هنعمل ايه وانت تشوف هتعمل ايه ونشوف كده هنعمل ايه. واهم حاجة نفضل قاعدين في البيت وندعي ربنا يعدي على خير ويستر علينا. اعزائي المستمعين، ده قاعدين في البيت، شكرا جدا انتوا وصلتوا لهذه النقطة من البودكاست، واتمنى ان انت تفضل قاعد في البيت. مع السلامة عزيزي المستمعين.